السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تعالى. قد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أحبك الله يا عصام ابن إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله يا نور الإسلام. ما الأفضل، التمام أو القضاء في الصلاة؟ كيف التمام أو القضاء؟ وضح سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربي أن ينفع بك الأمة الإسلامية ومتع بك ويرزقك الصحة والعافية، اللهم آمين. ولك والسامعين والسامعات بمثل، بارك الله فيك. أهل الجنة ينامون أم لا؟ لم أقف على خبر في هذا الصدد. يعني جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب شيخنا، المعينات على طلب العلم الشرعي، في طبعا، لا عفوا، أنا بس أستمر في الإجابة على السؤال الأول. في بعض العلماء يقولون بعدم وجود النوم في أهل الجنة، ويستدل بعضهم بقول الله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فيفسر البرد بالنوم. ويستدل ببيت شعر فيه: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، أي النوم. ولكن الطبري رحمه الله يتعقب هذا القول بما حاصله، أن تفسير كتاب الله عز وجل يكون بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهجور، والله أعلم. أيوة. نعم. المعينات على طلب العلم يا شيخنا، وهل تفضل أن يعني يتأرجح طلب العلم مثلا الدنيوي بين العلم الشرعي والدنيوي، يجمع بينهما يعني، أم ينتظر حتى ينتهي ويفرغ القلب يعني؟ لا، يعني في كلية ايه مثلا؟ على سبيل المثال علوم جامعة المنوفية. ماليش دخل بالجامعة، لا ما سميش يعني علوم. يعني اذا كان يمكنه الانتهاء وفي اثناء الدراسة يحفظ ما استطاع من كتاب الله ويقرأ كثيرا في سنة رسول الله، بإذن الله يصل الى شيء طيب ان شاء الله. شيخنا الكريم، ربنا يحفظك ويتوفيك. وياكم وجزاك الله خير يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت انا عايز اسال على شقة اللي هي شقة الاسكان الاجتماعي. نعم. كان البيت لابني، وبعدين احنا عرفنا انها حرام، وعايز اتخلص منها. فمش عارف اتخلص. هو عفوا. انا واحد مضطر ليها. خلاص. ما عندوش سكن. ممكن ياخدها؟ عفوا.
مش انتوا دفعتوا الفلوس خلاص؟ هو دفع وبيدفع اقساط. خلاص يستمر، ما فيش مشكله، معذور بجهله. طب ما هو عنده شقه ثانيه، ربنا يستر له شقه ثانيه. ما فيش مشكله، معذور بجهله، عايزين تبيعوها بيعوها، ما فيش مشكله عليكم. الحمد لله، يعني حضرتك كده خلاص ما فيش علينا اسم، الحمد لله. باذنك يا رب. الحمد لله، جزاك الله كل خير، واسال الله الجنه يا رب العالمين. وياك جزاك الله خيرا. وياكم. مرحبا يا مصباح الظلام، مصباح المنير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا لاحظت إن لا حكم يعني الأذان يعني عن طريق الإذاعة يعني. كيف ما حكم الأذان عن طريق الإذاعة؟ الإذاعة يعني بيحصل في المساجد يعني، لحد يومين دول يعني. ها؟ لحد كثير من المساجد يعني بتستعملها يعني الراديو يعني للآباء. يعني يستغنون يستغنون بأذان الإذاعة عن الأذان في المسجد؟ لا 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 يجوز هذا. لا يجوز. الله الله يسلمك. أنا يعني كلمت أحد يعني قال لا يعني. الله يكرمك. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلمين. مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة حفظكم الله. حفظك الله يا محمد أبو. يسأل سائل يقول: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى لأن يدي اليمنى مشغولة بالحاسوب؟ نعم، والرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، لفظة يمينه شاذة من الناحية الحديثية، لفظة يمينه شاذة من الناحية الحديثية، فالأمر فيه سعة. تزول طعم من البقر سنها أقل من سنتين ولكن وزنها 600 جرام، ينظر هل هي كسرت أم لم تكسر. ظهرت لها أسنان هنا سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا؟ جزاك الله خير يا سمير. ما الأفضل، ذبح الأضحية قبل العيد أم بعده؟ لزاما أن تكون بعد العيد. إذا ذبحت قبل العيد ليست بشعيرة، إنما شاتك شاة لحم ليست من النسك في شيء. قال عليه السلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانه أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. إنا يحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال بس، هل حضرتك شيخنا بتنهى عن إن الإنسان يتمذهب بمذهب معين يتبع أحد المذاهب الأربعة؟ وهل حضرتك بتذم الأئمة الأربعة؟ أنا عارف الإجابة بس يعني عايز بس أرجم ألسنة بتتطور على حضرتك بس. بارك الله فيك وشكر الله لك على تثبتك، وصدق الله العظيم إذ قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأئمة الأربعة أئمة علم وأهل علم وأهل فضل رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وكلامهم موقر، كلامهم موقر. لكن إذا خالف إمام منهم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمه بالدليل أو الاستدلال بحديث يرى صحته وضعيف، وخالفه إمام آخر من الأئمة وأتى بدليل صحيح، أنا مع الدليل الصحيح لا أقدم قول أي شخص على كلام الله وكلام رسوله. أما العلماء والأئمة فعلى رؤوسنا، وأستنير بآرائهم وأعرف استدلالاتهم التي قد تخفى علي، قد يستدلون بدليل وهو خفي علي، فأبحث وأقرأ. وإذا حررنا المسائل نحررها على النحو التالي حتى تكون على بينة وللنفع العام. أية مسألة من المسائل نبحث هل فيها آية من كتاب الله، هل فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الخبر، هل فيها آثار عن الصحابة والتابعين، ما صحة هذه الآثار، ما أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، وما أدلتهم التي استدلوا بها على هذا النحو من التحرير. فالأئمة الأربعة أهل علم وأهل فضل ندين لهم بعد الله
بالفضل رحمة الله تعالى عليهم جميعا، ولكن لا أقدم قول أحد على كلام الله وكلام رسوله. الدليل أنا مع الدليل، لست بمتمذهب، لست بحنبلي، ولست بشافعي، ولست بمالكي، ولست بحنفي. أنا أدرس كتبهم، لكن ليس معنى ذلك أنني أترك الحديث الصحيح لكلام واحد. نحن ندرس، عندنا ندرس متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، ندرس بداية المجتهد ونهاية المقتصد ويشوبه الفقه الحنفي، وبصدد تدريس موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وندرس عدد من كتب الحنابلة. فالحمد لله أي مسألة أستخرج أقوال الأئمة فيها. انتبه، الأئمة على رؤوسنا وعلى أعيننا، لكن لا يقدم قول أي إمام على قول رسول الله. وهذه أقوالهم، هذه أقوالهم هم أنفسهم. لا يخفى عليك قول مالك فيه إذا خالف، لا يخفى عليك قول الشافعي إذا خالف قول الحديث، فإنما حديث رسول الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهمت كلامي؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الكذابون كثيرون، انتبه، الكذابون كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. الله، الله يبارك فيك. والله نحن بشر نصيب ونخطئ، لست معصوم ولا أحد معصوم، رسل الله الكرام معصومون، عصمة تبليغ الشريعة كما لا أخفى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا اتفضل. أنا بقالي فترة كنت أعمل في مجال البيع والتسويق، وبعد وكنت ما اشتغلش في سلعة معينة، وبعد أي حد، والحمد لله من ساعة ما سمعت حضرتك قلت إن هذا النوع لا يجوز. لا أصل كانت الصورة، لا عفوا، اسمح لي عفوا حتى لا يلتبس الأمر على، تفضل، لا يلتبس الأمر على أحد. أصل البيع بالقسط حلال، لكن الصورة التي ننهى عنها، قل لكن الصورة التي ننهى عنها، واحد معه فلوس نقدية يجي له زيد من الناس، يأتي إليه زيد من الناس يقول أنا أريد ثلاجة، تعال معي، يذهب اختر الثلاجة، يدفع نيابة عنه ويقسط مع الفائدة. هذه حيلة من حيل الربا، هذا الذي تكلمنا فيه. الحمد لله تركت هذا العمل لله، اللهم تقبل منا ومنك، وسع الله عليك وزادك الله من فضله. أسألك أن تبعي الله لكم العام الثاني من الشباب يا رب، ونحن والسامعين جميعا يا رب. بعدين الدولية في فلوس برا عند الناس، هات الفلوس وعاف الله عما سلف، وتصدق على قدر استطاعتك. وجزاكم الله عنا، وجزاك الله مثلك. هيا نسمع كيف الرد على الراقي الذي يضع يده على النساء ويتحجج بأن الدكتور يضع يده على النساء خلال الكشف. نتقص شيء على شيء ليه؟ إذا أمكن الدكتور ألا يضع يده على النساء لا يضع يده على النساء. بعدين الدكتور قد يضغط في مكان مثلا من فوق الثياب، ينظر هل فيه ألم أو ليس فيه ألم، يضغط يده هنا فيها ألم أو ليس فيها ألم. لكن أنت تقول العفريت ماشي هنا، تبع العفريت إلى أن تصل بالعفريت إلى أماكن محرمة وتقول أنا بخرج العفريت. السلام عليكم. عليكم السلام، إزي حضرتك؟ الحمد لله. عن درجته أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أخرجه مسلم في صحيحه، في سنده رجل يقال له فضيل بن مرزوق، وفضيل بن مرزوق هذا فيه بعض الكلام لكن الحديث لمتنه شواهد. طب أنا بس معلش عايز السؤال الأساسي اللي كنت بسأل عنه، إن هو هل يقبل المال المشاة؟ ها؟ ها؟ هل يقبل المال المشاة سواء كان من مسلم أو غير مسلم؟ المال إيه؟ المال المشاة. المال المشاب يعني ايه؟ كيف يقبل مال مشاب يعني؟ فهمني. يعني واحد شغال العمل، وبعدين العمل ده بيدفع عليه فلوس ممكن ما يكونش حلال يعني، فهل اذا اعطى الواحد ازاي يقبلها منه او ياكل ويشرب معاه في نفس البيت؟ انا يعني الرسول عليه السلام قبل الهدايا من الكفار، والكفار
أموالهم لا نستطيع أن نقول حلال ما بالماء. أهدى ملك مصر المقوقس للرسول عليه الصلاة والسلام ماريا وأختها نسرين في طائفة من الهدايا، وأهدت اليهودية إلى رسول الله شاة مسمومة، وأهدى الجبار هاجر عليه السلام، أهدى سارة هاجر، أهدى لسارة هاجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل حلة سيراء لعمر قال إنه يلبسها من لا خلاق له، قال عمر يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال أنا ما أرسلتها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها لتكسوها أخاك، وكان أخوه مشركا. إلا إذا كان مسروق. هل تقبل يعني تقبل المال المشاب يعني؟ الحد هو ولا لا؟ لا يعني في فارق بين واحد أهدى لك هدية في حقك أنت حلال. لكن إذا كان سرقها لا تقبله. لا تقبله. اصبر يا حبيبي بس اصبر. إذا كان يعمل في البنك وأهدى لك هدية، إذا قبلتها لك وجه، وابن مسعود يقول في مسائل مشابهة ليست البنوك ما كانت في زمنهم لأن حلاوته عليه اسمه ما لم نقره. أما إذا كان مال مشاب مسروق وانت عارف المسروق لا تقبل المسروق. لو يعني شبه كانت يعني ليس عندي مزيد على ما ذكرته لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت حضرتك انا اختي جوزها حدث عليها فرقه غضب، قالت لي طلقني طلقني يعني حتى من اقسم عليا ان اروح وانت طالق بالطلاق، الحكم يا عم الشيخ؟ محسوبه تطليقه. تطليقه واحده؟ نعم. يعني المفروض قراءه حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. نعم. ليس عليه كفارة إنما هي تطليقة واحدة محسوبة. يعني وقع الطلقة. وقع التطليقة. نعم. تعتد أول تطليقة أو الثانية أو الثالثة هذه؟ لا أول تطليقة أول مرة. طيب تمكث تمكث في بيت الزوجية زمن العدة لا تخرج ولا تخرج. مع السلامة. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اشتريت عربية عن طريق البنك قسط على 5 سنين. اشتريت سيارة عن طريق البنك قسط لخمس سنين. إيه. ما كنتش أعرف إن هي حرام يعني قسط البنك، ما كنتش أعرف الموضوع. طيب كنت جاهلا، ما إحنا عندنا في الشريعة العذر بالجهل. ها. طيب حضرتك أسدد المتبقى عليها. أمال هو أنا ده خلاص أكمل في الأقساط بتاعتي، قعد 3 سنين معايا. لا لو سددت هتتخصم فايدة بسيطة جدا يعني. والله لو معك فلوس تسدد سدد. يعني لو معك فلوس تسددها سددها. أحسن لك أحسن لك الله يكرمك طبعا. تمام شكرا خالص. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هل وجدتها لها سندت؟ لغة العرب احتملتها فقلتها لأن لغة العرب احتملتها والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هل في هذا مقنع؟ هل في هذا مدكر أو عندك اعتراض؟ لا اعتراض. لا اعتراض. الله يوفقك. أهل المعروف الدنيا هم أهل المعروف. سنده ضعيف. سنده ضعيف.
وقد وأيضا مما يعكر عليه أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويطعم المسكين ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال يا عائشة: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. آسف أغلقت خطأ. ما حكم التيمم في الجيش والماء يبعد 300 متر والطريق به مخاطر؟ إذا كان ذلك كذلك والطريق به مخاطر تيمم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. اتفضل. صحة حديث جارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قل لي وأقلل لعلي أعقل. قل لي وأقلل لعلي أعقل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لا لا تغضب في حديث آخر مستقل: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. حديث ثابت صحيح. لا لا يا مولانا، لا أنا مقصودش الحديث ده. جارية ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قل لي وأقل لعلي أعقل. لا أعرف له سندا ثابتا. ماشي يا مولانا، الله يرضى عنك. وعنك يا رب. عنك ولا عنك؟ عنك يا مولانا. لا عنك. عنك يا مولانا. وعنك. عنك يا مولانا. وعنك. سمعك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يبارك فيك. والله إننا نحبك في أهل بيتي كلهم وأسرتي. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. ربنا يبارك فيك. اتفضل. وسؤال في إرث شرع يا مولانا. سل. جدي توفي عن زوجته اللي هي جدتي. قل رحمة الله عليه يا مسلم. جد والإرث انحصر في زوجته اللي هي جدتي وأمامي ووالدي وعماتي. أيه. ثم كان لي عم لم يتزوج. كانت أمه توفي. أيه. هي أخذت السدس وإخواته للذكر مستحق الأنثيين. ثم لي عم أنجبت ولد. توفيت في حياة جدتي. فبرضه جدتي ورثت السدس وباقي التركه لابن عمتي. ثم توفيت جدتي. فطبعا في وصيه واجبه لابن عمتي. يعني وجب فتوى من الازهر انه ليه في حدود التلت وصيه واجبه او نصيب امه ايهما اقل. من الازهر او من القضاء، من الحكومه، من القضاء؟ لا هو جابها من الازهر. ايوه وبعدين؟ قليل. لا لا الموضوع طول علي. الموضوع الرياضي. انا بسال فضيلتك لما اجي اقسم، يعني انا المتولي عمليه التوزيع، يعني جمع الريع او الميراث ثم توزيعه في نهايه العام. الريع رقم مثلا ليكن 10,000 جنيه على سبيل المثال. لما اجي اقسم، يعني احسب حساب جدتي الاول انها ليها ثمن. لا لا موضوع بس هي جت من عند الله. كلمنا على الهاتف الخاص. كلمنا على الهاتف الخاص. حان إطالة السؤال تنسيك ماذا يريد الشخص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام. اتفضل. مولانا نحن هنا في استراليا. الإخوة كان جمعوا تبرعات. وأنا لم أفهم يا دينا أيضا. اتفضل. من مدينة في أدليت في جنوب استراليا. معك. مولانا افضل الاخوه جمعوا تبرعات في شراء مسجد، ولكن للاسف المسجد لم يستطع شراءه، فتبقى المال مجمدا. فماذا نفعل به؟ هل يترك لفي استكمال المبلغ لشراء مسجد اخر ام يصرف في مصارف اخرى؟ هل يمكنكم استئذان المتبرعين؟ نعم هذا أولى لأنهم أصحاب الحلال.
هم أصحاب الحلال. يعني إذا كان المتبرعون معروفون استأذنوهم، قولوا لهم الوضع حصل كذا كذا، أين ترون أن ننفق هذا المال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع صوتك. ارفع صوتك. ايوه سامعني كده؟ اسمعك. ايوه بقول لك بركن العربية بقى في كلاب في الجراج وكده، فهل ممكن نعمل الكلاب دي على العربية كده ولازم تغسل العربية ولا عادي؟ لا مش لازم تغسل العربية. كلب مس السيارة هل يلزمني أن أغسل السيارة؟ لا يلزمه. تمام شكرا. الله يكرمك. نعم يا محمد، هذا له وجه محمد عاصم. لا الصداقة بما استحللت من فرجها، فما استمتعتم به منهن فاتهن وجورهن. السلام عليكم، ماذا عندك؟ هل يجوز فتح مشروع لدفع الفواتير وأخذ عمولة عن طريق وضع رصيد بالبنك ودفع الفواتير عن طريق النت؟ إذا كانت العمولة من أجل إجراء العملية لا بأس، إذا كانت العمولة من أجل أنك تقرض وتأخذ المبلغ مع زيادة لا يجوز. كلام واضح؟ هل تحرر الأيام الباردة في صيام السنة من ضعف الهمم؟ لا بأس، يعني أريد الأيام الباردة قصيرة النهار طويلة الليل، قصيرة النهار طويلة الليل يا عبد الرحمن. الغنيمة الباردة، صام في الشتاء الغنيمة الباردة ينقل عن علي، فلا بأس. مرحبا بك يا عمر ابننا، بارك الله فيك وعافاك، الحمد لله على السلامة. حكم ثقب أذن المرأة أكثر من مرة، لا بأس، إذا صنيع يعني الفتيات ماشي. البنت لم تعد تقنع بحلق واحد في الأذن، بل تخرب الأذن من أسفل لأعلى، وكل سنتي في حلق، تمشي تشخشخ، ماشي حلال ما ليس بحرام، ولكن حافظي على أذنك أفضل. والآن أصبحوا يلبسون الحلقان في الأنف، وما أدري يلبسوها في الحواجب بعد ذلك، وما هذا اختراع، لكن على كل لا نستطيع أن نحرم شيئا أحله الله. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. والله بريك، كان في امام راتب لجامع سافر حوالي 8 اشهر، تمام، فعين مكانه امام اخر. ها؟ عين مكانه امام اخر. هو مش امام واحد، هو كذا امام، يعني المغرب امام والعشاء امام والفجر امام. والسؤال؟ السؤال ان هو رجع من السفر، فهل يعني هو يعني هي أسرة ملكة للمساجد أيضا، خلاص 8 شهور الذين يعينونهم يتصرفون، يعني ما حق الناس اللي هي ماسكة الحق إدارة المسجد تتفق عليه، المسجد له إدارة ولا ليس له إدارة؟ له إدارة، يعني الأغلبية مش عاوزينه، خلاص مش عاوزينه، خلاص يمشي. تمام، جزاك الله خير. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله يا أبا سلمى. تقول بنتها في أول أيام عدة الطلاق ماذا عليها أن تفعل؟ تبقى في منزل الزوجية إذا كانت التطليقة رجعية، والعلم فيش سكن للزوج ينفع تعيش معه. شو هل ينفع تعيش معه؟ نعم تلزم بالبقاء إذا كانت التطليقة رجعية، لما زالت زوجة. اتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز اكلم الشيخ مصطفى. اتفضل.
معك. اهلا بيك، ازيك يا باشمهندس مصطفى؟ بارك الله فيكم، اتفضل. الحمد لله. سؤالي في زوجه عايزه تطلق ورفعت على جوزها كل القضايا. طيب. وتقريبا ادعت عليه زوره ان هو ضربها وسجنته. المهم وبعدين؟ المهم ليها حقوق ولا ملهاش حقوق؟ تاني حاجه. لا لا حقوق ولا ملهاش حقوق، صبرا صبرا. انا عنه العيال وانا عنه كل حاجه. صبرا يا حبيبي، اصبر. أولا لا حقوق أو ليس لها حقوق، هذه قضية تنظر يسمع فيها الأطراف. تمام. وما دام هي في القضاء خلاص دع القضاء ينظرها. تمام. بس. طب هل يجوز إن هو يتعامل معها بنفس الأسلوب اللي هي بتتعامل معاه بيه، بمعنى إن هو يمشي محامين بالتزوير؟ بالتزوير يعني؟ بالتزوير بأي حاجة، لأن هي منع عنه كل حاجة، منع عنه عياله. يا عم ما يصبر على العيال، ده رجل هو بنوتة، ما يصبر على اللي بعد الأولاد شوية يدمش. الدنيا يعني ما هدمت، هتدخل نفسك في المحاكم، الاولاد اسمهم باسمك وسيأتونك يوما ما ان شاء الله. اسكن انت حسن المعامله، لا تنسوا الفضل بينكم. والله مش ناس الفضل، بس هو اتبهدل كتير وهي معلش اتبهدل، يعني ما هو اللي مبهدل نفسه يعني، وهي جبروت يعني. السلام عليكم، ربي فوق الجميع، ان الله يدافع عن الذين امنوا. السلام عليكم. هل يعمل يجوز العمل في صفوف الجيش الفلاني؟ جيش مسلم يعمل في الجيش الفلاني، لكن إذا أمرت يعني يسأل عن العمل في الجيش الجزائري سمى يجوز العمل فيه، لكن لا تقتل مسلما. إذا أمروك بقتل مسلم ظلما وعدوانا لا تقتل مسلما. بارك الله فيك. يوجد صقة وضحية ب3000 جنيه على القنوات الدينية، جائز؟ جائز. يوجد صك أضحية 3000 جنيه على القنوات الدينية، يعني الشركات تأخذ، ما أعرف عنها شيئا ولا أثق في كثير من الإعلانات على القنوات الفضائية عموما، لا أثق في كثير من هذه القنوات، الأشياء التي تجمع الفلوس على القنوات الفضائية، إلا من رحم الله، يعني إذا استطعت أزكي أحد ما أعرف أحد يزكيه، تدفع له فلوس على القنوات الفضائية، فانتبه انتبه لذلك. بارك الله فيك. افطرت فطرت في رمضان بسبب الحمل وماتت، وبعد رمضان وهي بتولد الحكم، ما هنالك شيء، إلا أن من العلماء من يقول يستدل بحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، ولكن هذه استمر بها المرض ما شفيت زمنا تستطيع القضاء فيه. مرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عفوا الحديث ذهب عني، كان السؤال يا عبد الرحمن، المرأة تموت بجمع شهيدة. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. معلش يا مولانا، كنت ليا طلب نصيحة كده لي يعني. سال انصح. لا ليه يعني؟ الوقت قدمت شيخنا الأخت تاني عشان أخوها يعني. أيوه. فالمهم فسألت الأخ، أخي اللي هو الناس الطيبين والمحترمين، وأنت شوف إيش رأيك؟ ما فيش مشكلة. فرحت له الشرعية، فأول حاجة جات لي أنا في المعهد الفلاني، والمعهد ده لازم آخذ منه إجازة القرآن الكريم وأقعد فيه مدى الحياة، قد ما أموت يعني. هي قالت كده؟ طب ماشي، طب افرض دلوقتي لو في المستقبل مثلا من باب راحة المصالح المفاسد، إن مثلا حصل ضرر ليكي مثلا إن أنا في قرية وفي مدينة، فقالت لا، حتى لو في ضرر برضه هكمل فيه، ده عاقبة في خير وما ينفعش أسيبه. طب ماشي أنا. طب لازم تحفظ القرآن كله، تفهميه. المهم انت لسه خاطب على الباب، عجبتك عجبتك، رضيت بشرطها، لابد ان تلزم بشرطها والا ابعد عنها. بس انت مالك يعني؟ لو في انت حر وهي حر، الا انت اشترط عليك شروطا، تقول انا محفظة قرآن مع النساء وسأبقى في المعهد، لها ان تشترط ذلك، لها ان تشترط ذلك، انت بالخيار، عجبتك عجبتك، ما عجبتك انصرف، لكن لا تخدع ولا تغش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط بالوفاء
ما استحللتم به الفروج، والحمد لله انك على على الباب، ما ما عقدت ولا شيء. لكن ها هي بتقول يا عم، هي بتقول وانا بقول انا جاوبتك الكلام اجمالا. انا منتظر اسمع كلامك وكلامها. المراه بتشترط، المراه تشترط شروطا، اعجبتك الشروط اعجبتك، ما اعجبتك انصرف لغيرها. هو ان جمالها يغيب مخك يعني ولا عقلك؟ لا لا. طيب خلاص خلاص، هي بتقول هي بتقول انت ضاع وقت شيخ فيها، بتقول هي بتقول. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. جزاك الله خير يا امام، وبارك الله فيك. وجزاك الله مثله. هل يجوز إلقاء السلام عليهم أو تهنئتهم بالمناسبات مثلا العيد أو حاجة زي كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأدب واحترام لا بأس، لكن آه. تخضع لها بالقول وت يعني تحاول تفتنها؟ لا، كن رجلا صريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنت في عملك وهن في عملهن، لكن لا تصافح. طب مش معنى النساء يعني في المناسبات، ما بصفة عامة، ما حكم التهنئة بالأعياد عموما؟ تمام. التهنئة بالأعياد عموما هي عن رسول الله، لم يرد فيها نص ثابت فيما علمت، لكن أخطر رأي العلماء القائلين بالجواز. نعم، جزاك الله خيرا يا إمام، وبارك الله في عمرك. وإياكم، الله يسلمك. إذا فاتته الصلاة هل يقوم بالأذان والإقامة أم يكتفي بالإقامة؟ كل جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العربية ليست جيدة لكني سأحاول في طرح السؤال. ماذا قلت؟ لغة العربية ليست جيدة لكني سوف أحاول أن أطرح السؤال. سل، من أي البلاد أنت؟ أنا من الجزائر. ماشي، تفضل. من طلق زوجته في ماسنجر. في المسنجر. طيب، الطلاق واقع إذا أقر بذلك. كان في غضب شديد وطلقها بكتابة في المسنجر وليس لفظا، أي كتابة. أي كتابة أو لفظا محسوبة. أما إذا كان اصبر. إذا طلق الزوج زوجته في المسنجر، في يعني في الرسائل، الطلاق محسوب إذا أقر بذلك. أما كتابته فهي دليل على أنه يملك أمر نفسه، يعني الذي يجلس يكتب لزوجته أنت طالق ويلعب في الزراير، دليل على أنه يملك أمر نفسه. لكن الغضب يعني لم يفقده عقله، عقله موجود بدليل الكتابة، فالطلاق واقع. فيك. لغتك جيدة والحمد لله. أريد أن أطلب العلم على يد عالم. طيب، المشكلة أنا يقول هو من قرية في كفر الشيخ. أنت أم أحمد؟ طيب، في نساء كثيرات في كفر الشيخ يا أم أحمد، تواصلي مع النساء وته إن شاء الله ستجدين عند النساء خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أطلع الله عمرك. في طاعة الله جميعا يا رب، تفضلي. السؤال الأول، هل بمجرد أن يحفظ الأبناء القرآن ويختمون حفظه، يعني يلبس الأبوان تاج الكرامة، أم يجب أن يعلموا المنسوخ والمتشابهات وجميع الأحكام؟ وإذا كان حديث تاج الكرامة ضعيف، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، والمتساهلون في تصحيح الكون في فضائل الأعمال فيه بعض الكلام، حديث تاج الكرامة في سنده بعض الكلام. لكن على أي حال، على أي حال، لفظ الحديث ماذا؟ من قرأ القرآن وعمل به؟ لا، من علم أولاده الحديث كده. حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوء أحسن من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهم الدنيا.
في حال ثبوت الخبر وأعرف أن فيه كلام وأعرف أن فيه كلام لفظ من قرأ القرآن وعمل به. افرض قرأ القرآن وهو فاجر. نعم. بارك الله فيك. أنا أقصد أن الأبوان سعيا على تحفيظ أبنائهم القرآن. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ولهما أجرهما لكونهما علما ولدهما القرآن. وقربة إلى الله من القربات أن تبذلي وقتك وجهدك ومالك لتعليم أبنائك وبناتك كتاب الله وسنة رسول الله. تثابين إن شاء الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعاونوا على البر والتقوى، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا سألك ربك رزقتك بأولاد، إذا قدر ماذا فعلت معهن؟ قلت يا رب، أنت مسؤول عن رايتك. نعم. يا رب علمتهن كتابك، ولكن الهادي هو أنت يا رب. سبحان الله. الهادي هو أنت. أديت ما علي يا ربي، ولكن الهادي هو أنت. نعم. طيب إذا سألنا الأبناء عن علة تحريم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إذا سألك الأبناء قول لهم أنا مش مفتية، لست مفتية. ما هو حوليهم علينا بس يعني. سامحني. السلام عليكم. عليكم السلام. مش مستوى بعد إذن حضرتك تؤمر عليا معلش. أصبر عليك بعون الله، وما صبرك إلا بالله. الله يجزيك الله خير. أنا حضرتك على المسألة بتاعت الميم مشاة. ثلاث حالات بقى حضرتك بتقول لي يعني إيه؟ مسألة ماذا؟ الميم مشاة. أنا جاوبتك عن المال المنشأ بما فيه كفاية، قلت في النهاية هذا ما عندي ولا مزيد بس. لا أرجوك لا تضيع وقتي، لأن في مسلمون غيرك يريدون الاتصال. أليس هناك غيرك يريد الاتصال والاستفادة؟ وأنا أجبتك بما فيه كفاية، 7 دقائق أخذت في إجابة السؤال، فلا معنى للتكرار، ظلم. دقيقة أنا آسف والله. دقيقة هالدقيقة. واحد ماله مختلط اهدى لشخص هدية، قلت لك ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية من الكفار، وان ابن مسعود مدرسته ابراهيم النخعي ومدرسة ابن مسعود يقول لنا اسمه، لنا حلاوته عليه اسمه ما لم نقره، والنجاشي عفوا المقوقس اهدى لملك مصر، المقوقس ملك مصر اهدى للرسول الله هدية فقبلها. يا حبيبي اسمه انتهى ما عندي يا ربي، الا اذا كانت مسروقة يا اخو فصلت له، ولذلك اجتزأته في هذا الجواب هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدو معنا؟ نعم نعم. يا شيخ لو سمحت أريد استفسار. استفسر. من ناحية مثلا عندما يتصل المتصل يقول مثلا يا أبي فعل كذا وكذا وكذا، حضرتك تقول له مثلا لا تشاهر بأباك وأباك. أيوه. في هذه الحالة هو المتصل مجهول. لا مش مجهول. لا لا عفوا ليس في كل الأحوال المتصل مجهول لديك، لكن في ناس يعرفونه، في ناس يعرفونه. يعني هل تظن أن الناس لا تعرفك الآن؟ أهل بلدك المتابعين سيعرفونك، فإذا تكلمت تقول زوجتي فعلت وجلست تسبها، كيف نتركك تسب زوجتك؟ أو زوجتك عكست الموضوع واتصلت تقول زوجي يؤذيني ويفعل واتهمتك، نتركها تتكلم في أرضك؟ لا. خلاص هذا منهجي في هذا الباب، وأنا لا أحب في هذه في هذه المجالس أن تكون محلا لطعن الناس في بعضهم البعض. لا أقصد هكذا. ربما مثلا يكني المتصل بشخص آخر فتقبل منه الذي يقول مثلا شخص فلان. السلام عليكم. السلام عليكم. كل ساعة الله وبركاته. شيخنا خير، الباشا خير. تفضل. شيخنا
فبالت منه ثم أراد الزوجة أن يرجع إليها. هل الطوقة الأولى والثانية محسوبتان عليه؟ نعم محسوبتان بالاتفاق، إلا إذا تزوجت فإن زواجها يهدم، ودخل بها الزوج زوج الجديد بعد أن بنى، طلقها بعد أن بنى بها، تسمى مسألة الهدم. أما إذا ولا كان ما حصلت له مشكلة، كل واحد يطلق زوجته مرتين ويتركها حتى تنقضي العدة وتزوج من جديد وبعد ثلاثة جديد، هذا غلط. نعم شيخنا، المسألة الثانية، هل عند طرح المسائل الفقهية هل يشترط بذكر الخلاف أم ذكر الراجح فقط؟ بحسب حال من أمامك، إذا هم يفهمون ويدركون وطلبة علم أقوياء يستوعبون بين، أما إذا كانوا عوام لا يكادون يفقهون إلا قليلا فبين لهم رأي الراجح بدليله. السلامة. حكم راتب المعلم الذي لا يحضر المدرسة في الإجازة الصيفية أن يعمل بكنترول المدرسي، هذا عرف بالمدارس، هذا عرف، أنا ما أدخل في الأعراف، أنت عندك مدير مدرسة أسأله. السلام عليكم. نعم تفضل. تجوز الأضاحي في أفريقيا، حسب الأضاحي في أفريقيا تجوز، ولكن اصبر كمل سؤال جواب، يلا يحفظك ويسلمك. ارسال شخص مالا لبلدة اخرى كي تقام فيها الاضحية الخاصة به جائز، وهو ان كان جائزا لكن تضحيته في بلده افضل، وذلك لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. نعم. دلوقتي انا بالنسبه في شغلي، في طبيعه شغلي يعني المجال بتاعي في مجال المقاولات وكده، فبتعرض لان انا مثلا في بعض المعدات عندنا في مش مصرحه او مش مصرح بيها ان هي بتمشي بدون تصريح، فاحيانا الناس الموظفين اللي بيبقوا في الـ في الـ في, الـ في الجهه المعنيه يعني بيسحبونا كده عشان مثلا يبعتوا يمشوا العربيات او كده، فمثلا بيدوا فلوس وبتاع، فهل ده انا كراجل في الشغل لو اعطيته فلوس بناء على طلبه انا اشيل وزن ولا الموضوع ازاي؟ لا يعني السؤال بس باجمال القول، هل انت تعطي اموالا لتاخذ شيء ليس من حقك؟ هي السيارات على صاحب المال مخالفه. ها؟ السياره مخالفه يعني ما فيهاش تصريح ان هي تمشي. ويعطيك مالا كي تمشيها. ايوه يكون لا الراجل اللي في الجهه المعنيه يطلب مني فلوس عشان يمشي الموضوع ده ويخلي الدنيا تمشي يعني. لا استطيع. فهل الجسم عليا انا تفرجت الحاله الموقف ده حصل لي وهيحصل مشكله، فانا لو اعطيته 100 وهو رضى بيه هل ده انا بيجي عليا انا ولا على صاحب المال؟ على صاحب الشركه؟ يعني السياره غير مصرح لها بالمسير. نعم ليس لها تصريح عمل في المكان هذا. ليس لا تستطيع، ما استطيع ان اقول لك ادفع فلوس لتعمل، لا استطيع. سوي. ما المقصود في الحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة؟ قيل في الدنيا مستورة ومستور عليها وفي الاخرة عارية من الثواب. مكسوة في الدنيا بنعم الله عارية في الاخرة لكونها لم تقدم خيرا. وفي هذا في شرح هذا الحديث سبعة وجوه للعلماء. قيل كاسية في الدنيا لكونها مكسوة بالثياب الشفافة، أقوال أشهرها ما ذكرت، راجع فتح الباري شرح سنن البخاري، هنالك سبعة وجوه. السلام على الأكثر على الأقل عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لا لا تكني، لا تسمي احدا، ما عندنا تسمية احدا. لا اقصد التسمية، فمثلا عندما يكون مثلا شخص ابي فعل كذا وكذا
في الشخص الآخر يقول مثلا شخص أبوه يفعل كذا، أليس فيها في الحالتين كلاهما مجهول؟ لماذا؟ أنا الذي سألته منذ قليل. يقول أبي فعل كذا وكذا. هو مجهول لديك، معروف لدى آخرين من أهل بلدي، أجبتك. يا أخي هذا منهجي، لا أسمح إن واحد يطعن فهد لا تعريضا ولا تصريحا هنا. كلام واضح؟ أنا قد أكون مجتهد مخطئ وقد أكون مصيب، لكن هذا اختياري وهذا ديني، ولي سنة في ذلك عن رسول الله. يا حبيبي يسألني على الخاص، الله يسلمك. ليش اعتذر اليك، اعتذر اليك، اعتذر اليك. ماذا تقول له؟ السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. الو. تكبيرات الانتقال المأموم ينطق بها لازم، تكبيرات الانتقال سنة، يعني ان قالها فهو حسن وهي سنة، ان لم يقلها فالصلاة صحيحة. عن المأموم، هل قراءة المعوذات تقي من العين والحسد؟ نعم بإذن الله، نعم بإذن الله. ما سأل سائل بمثلها وما تعود متعود بمثلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا دكتور. أكرمك، تفضل. شكرا. نجد في بعض كتب فضلاتكم أن ترجيحكم أن قول الصحابة ليس الحجة، أليس كذلك؟ طبعا بلى بلى. لا في كثير من كتب الفقه المعتمدة كان مبني وكان محلى والمجموع أنهم يعتمدون في كثير من المسائل على أقوال الصحابة. اسمع مني، اسمع مني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد القول الفصل قول الله ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا، ومنهم من اجتهد في مسائل وأخطأ فيها، وإن شئت أن آتيك بمئات الأمثلة في هذا لأتيته، لكن في الجملة أقوالهم أحسن من أقوالنا. لكن هل هي مقدمة أو هي تعدل قول الله وقول الرسول؟ لا، لأنهم بشر قد يجتهدون ويصيبون وقد يجتهدون ويخطئون. لكن افهم مخرج الكلام، الله يستر عليك. إذا غاب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، لا دليل ولا كتاب، لا ليس في المسألة آية ولا حديث ولا إجماع، ما وجهات العلماء هنا؟ بعض العلماء كالأحناف يجتهدون آراءهم، والمالكية يقولون نأخذ بعمل أهل المدينة، والشافعية يقولون نأخذ بالقياس خاصة إذا انضم إليه حديث ضعيف، والحنابلة يقدمون قول الصاحب. فالكتب التي تقرأها أنت كتب الحنابلة، ولا نتدين بأن قول الصحابي كقول رسول الله أبدا. قول رسول الله فوق كل قول، ولا نتدين أن الصحابة جميعهم معصومون أبدا، بل يجتهدون ويخطئون، ولكن أقوالهم في الجملة أحسن من أقوالنا، أحسن من أقوالنا. وإذا قال صحابي قولا أنا أقدمه على قول الإمام أحمد، نفس الإمام أحمد، أقدم قول الصحابي على قول الإمام أحمد، قول الإمام الشافعي. لكن هل كلام الصحابي ككلام رسول الله؟ ليس ككلام رسول الله، فهمت؟ لأن الله قال في شأن الرسول وما ينطق عن الهوى. فالكتب التي أنت قرأتها كتب حنابلة، إن ذكرت المغني كتب حنابلة، هم فعلا يقدمون قول الصاحب، لكن الشافعية تقدمون القياس، المالكية يقدمون عمل أهل المدينة. فهمت كلامي؟ نعم شكرا. الله يوفقنا. شغلنا الشيخ، أنا نريد رجاء منكم شغلنا عمل مجموعة من الدروس عن الخلاف بين العلماء. يعني ما احنا هذا الباب ندرس فيه كل يوم أحد، كتاب على النت، يطلع على النت كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد المالكي رحمه الله، يبين أسباب وجهات العلماء في المسائل التي ذهبوا إليها. فمثلا اليوم حديث مثلا العمرة واجبة أو مستحبة، العمرة واجبة أو مستحبة،
يبين وجهة القرين بأنها واجبة، وجهة القرين أنها مستحبة. مرادنا من دراسة هذا الكتاب التماس المعازير لأئمتنا وعلمائنا في الآراء التي ذهبوا إليها، وبيان أنهم لم يبنون آراءهم على جهل ولا عن هوى، إنما يجتهدون. بس هذا الموضوع أقصد الشيخ، أنا أقصد من القناة الخلاف وضوابط الخلاف من علماء وكيفية المكان أقصد. أحسنت، كتاب في الأدب إن شاء الله رب المستعان. السلام عليكم. كيف أكفر على يمين ولا أريد أن أشق على أمي بأن تطبخ 10 وجبات؟ اشتري 10 وجبات لما معك فلوس يا سيف الدين. ما عندك فلوس صم 3 أيام، يعني تعبان بس عشان تعب أمك؟ طيب اشتري 10 وجبات وبيعها إذا كان معك فلوس، ما عندك صم. يقول كنت أحتفل بعيد الميلاد وتوقفت وجعلت عليه التوقف، هذا الفعل صحيح خصوصا أني أدخل في كثير من النقاشات معه. والله يا أخي الكريم، ما صنع للنبي عيد ميلاد، ولا صنع لأبي بكر عيد ميلاد، ولا لعثمان، ولا لعلي، ولا لغيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخان الفاضل. الله يبارك فيك. بارك الله في عمرك وعانك على بعده. وإياكم. والله يا شيخان إننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال الأول، هل صلاة التهجد بأعلى درجة من صلاة التراويح في الحسنات في الفضل؟ ها؟ هل صلاة التهجد أو قيام الليل في آخره أعلى درجة من صلاة التراويح أو قيام الليل في أوله؟ قال عمر لما رأى الصحابة اجتمعوا على أبي بن كعب، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، وصلاة آخر الليل أفضل، لمن أطاقها؟ بارك الله فيك. إذن لو رجل يعمل في الليل، ها؟ رجل يعمل في الليل أي لا ينام الليل، فإن قام أول الليل قد ينسى أن قيام الليل في آخره. كل واحد له يعني عفوا، أنا مش يعني دخلت علي الأمور، ما أدري أنت تسأل عن ماذا. يعني إذا خيرت بين قيام الليل أوله في أول الليل وقيام آخر الليل، وهو يطيق الاثنين، يطيق أن يصلي أوله ويطيق أو يستطيع أن يصلي آخره، صلاة آخر الليل أفضل. صلاة آخر الليل أفضل. رجل يفعل طاعة بين الناس فيأتيه وسواس رياء وهو في طاعته، هل مدافعته واستعانته بالله تنجيه؟ نسأل الله ذلك، وقد أجيب على هذا بالأمس. السلام عليكم. يكفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انا سمعت شو كنت محتاج بس اكلمك على التليفون الخاص بحضرتك، بس اتصلت كذا مره بس ما كنتش بترد. والله يعني انا قدر استطاعتي لا اتخلف، لكن اذا كان شيء فوق الطاقه فارجو التماس المعاذير، لان الله قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ارسل رسالة وقل أنا أخوك فلان، أنت ما اسمك؟ أحمد. قل أخوك أحمد وأطلبك إن شاء الله. تمام، شكرا. طيب في مثلا معاد محدد أكلمتك فيه؟ لا، أنت ترسل للرسالة، أنت ترسل للرسالة وأنا أطلبك في وقت فراغي إن شاء الله. تمام، شكرا. إن شاء الله. سلام. جواد العيماني، شخص كان ينظر للفتاة نظرات ليست بريئة وكانت تحدث فجأة ضرعت محرم ما ضر وجهه كأنه لا ينظر خوفا من نفسه واستحياء منه، هل هذا الفعل انفاق ورياء؟ يعني انصرافه عن المعصية إن شاء الله يؤجر عليه، نسأل الله يؤجر عليه. ترك المعصية حياء. لا بأس أن يترك المعصية حياء شيء معه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، تقول أمه ماتت فتزوج أبوه غير أمه فأهملته زوجة أبيه. ربته ولا أهملته؟ ربته. وبعد ذلك؟ بعد ذلك الزوج يضرب زوجته، فهل هذا الابن يدافع عن زوجة أبيه؟
يعني أبوه يضرب الزوجة، يضرب زوجة أبيه، فالولد يتدخل للدفاع عن امرأة أبيه التي ربته. إذا فصل اصبر علي بس، الكلام كثير مش فاهم، ارفق بي انا افهم السؤال. شخص يا اخي اصبر علينا يا اخي، ابوه تزوج بعد امه، زوجة ابيه ربته واكرمته، فوجئ ان اباه يضربها، تدخل لمنع ابيه من ضربها بالحكم والموعظه الحسنه، يشكر على ذلك. يعني يترك الأب يقتل المرأة ظلما إذا كان أبوه ظالم يمنعه بالحسنى، أما إذا كان أبوه مظلوم ويضرب ضربا خفيفا للتأديب فبالحسنى أيضا. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، هو كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، واحكم لنا بالحق إنك أنت الفتاح العليم. اللهم يا ربنا أصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب اصرف عن المسلمين والمسلمات كل مكروه وكل سوء يا رب. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال هذه الأمة يا رب، واهد قادتها للعمل بكتابك وسنة رسولك
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، لسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.